فاخنة. يلا بينا أسوأ إطلالة شفتيها لحد دلوقتي على الريد نبتدي كاربت كده. الجونة؟ ما أنا أسئلتي عاملة كده. انا من وجهة نظري انجي مذيعة انجي علي. إنجال لما لبست إيه؟ كانت لابسة، احنا معانا إحنا الصور، معانا طيب صور. معانا صور كتير، أيوه. احنا النهارده قاعدين بقى ايه. طيب لحد ما صورة إنجي ليه؟ طب ليه تطلع. انجي ما كانش موفق معاها؟ اول حاجه اللي كان مفتوح قوي زياده عن اللزوم، مش مناسب لجسمها خالص خالص خالص. احنا المفروض لما نعمل نختار فستان نختار دايما يبقى مناسب لجسمنا، مناسب لشخصيتنا، مناسب للمناسبه، مناسب لشغلنا، مناسب للون بشرتي، للون شعري، لشكل جسمي. بالظبط. هو كان اكتر حاجه ان هو كان مفتح زياده عن اللزوم، بس مش والفتحه دايما احنا متعودين على المفتح، وخصوصا في مهرجان الجونة. بس امتى بقى؟ لما هيناسب جسمي يعني. احنا محتاجين بس نشوف في الصورة دي، هتفرق قوي قوي. بس هتفهم. طيب لغاية ما تحضروا الصورة يا شيرة، عايزة اسألك اهو، اهي ممكن تحطوا لنا الصور على الشاشة هنا يا جماعة عشان نقدر نشوف. ايوه اوكي. الكات بتاعت الفستان ما خدمتش جسمها خالص، يعني الفتحات الموجودة فيها ما خدمتش جسمها، تبين ان جسمها احسن، خليت شكلها بوكسي خالص، مربع. مربع. والست اكتر حاجه، يعني احنا هتلاقينا طول الوقت واحنا بنتفرج على الصور بنتكلم ان احنا عاوزين نعمل وسط، عاوزين نعمل وسط، عاوزين نعمل وسط. كوكاكولا، عايزين نعمل الازاز. ايوه. كوكاكولا. الوسط فين؟ بجانب بقى نبتدي بقى بالتفاصيل التانية، ولا الشنطه لايقه، الكلوتش لايقه، ولا الميك اب مشغوله ليه هو عليه، ولا اسود؟ طب الشعر ما الكلاتش مشغوله سودا، كنت عليه. لسه هسأل. يعني الكلاتش سودا ليه هنا بقى مش موفقة؟ لازم كانت تكسرها بحاجة، مش بس تكسرها، حجمها ونسبتها مع مع جسمها. جسمها. نسبتها معاها مع الكم الطويل اللي على جنبه ومن الجنب، ما فيش سيمتريك. انت لما تبصي على الفستان تحسي ان هو مش مريح عينك، الخطوط والفتحات المفاتحه مش مريحه هل عينك. هو أجرأ ولا أسوأ؟ الاثنين. الاثنين. اسوأ لانه مش خادمها، مش مديها الإفيه المطلوب ليها، واجرأ كمان. اسوأ بقى تاني، في حد تاني كان برضو كان تاني يوم لبلبة في اليومين، بصراحة كانت مش احسن، مش موفقة خالص خالص. انا شفتها بفستان ابيض كده وحاطه سرتات على دماغها كله ورد، يعني حسيت انه ده في يوم. طب شفتي الاسود؟ في فستان اسود في لبسته اسود الفنانه هي لبيبه، كانت لابساها. هو ده اللي انا شفته. برضو معانا الصور بتاعته لو استأذنكم توريه لنا. هي كانت لابساه لبلبة. احنا دايما الخطوط عندنا بتوصل لمعاني، يعني ايه؟ في حاجه اسمها فوكال بوينت، هم مقصرين كمان من تحت. انتوا باين تحت كده في زي شيد صغير قوي، قصير قوي 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 قوي. بقيته مش مش باين باين هنا من في تحت. الصوره قوي، بس هو كله مثلثات. مثلثات. هو بقيته لتحت فوال. كده. الفوال ده فوال وطبقات يا رب. وطبقات لايرز، عامله لايرز. وكلها مثلثه مقلوبه كده، مثلث مقلوب وقصيره قوي، فمبينه الغلطه هنا فين بقى. اول حاجه احنا المثلثين دول احكيلنا بعاملين سهم على حته معينه اللي هي فين؟ البطن. بطن، اللي هي اعلى حته عندها وفيها مشكله اصلا. التفاصيل الكتير بقى، الجلوفز المعمول الناتشي مخليها شويه فيها رخص، انا اسفه ان انا بقول كده يعني. اللير اللي تحت الترانسبيرنت اللي تحت الشفافيه اللي حاصله فيها مبينه مشاكل اللي موجوده في رجليها. طيب شيره، يعني انت احنا دلوقتي اتكلمي على مذيعه انجي واتكلمنا عن لبلبه، لكن خليني اقول لك ان مهرجان الجونه مهرجان في منطقه سياحيه ساحليه عفوا. طيب ساحلي ده ممكن يخلي الناس، يعني انا بفكر يعني طبعا ان الناس يعني ده بيتشز وبحر وكده، يعني مع ده جدا مش مثلا مش زي مهرجان القاهره السينمائي مثلا بيبقى موجود. بصي، هي الهدف ان انت حتى لو احنا عاملين اي فتحات او اي حاجه باينه في جسمنا نبين الحاجه الحلوه اللي في جسمنا، ما نبينش دي فوق. يعني الفتحه مثلا انجي، ايه الفتحه اللي حصلت في الجنب؟ ما عملتش اي حاجه غير ان بيت جسمها مربع خالص، ما ادهاش جمال. مثلا اللوك ده، دي مين دي؟ وده مين دي؟ غدا عادل. دي غدا عادل. اوكي. مش مشغول على الميك، مش مشغول على الشعر، الكلوتش اللي ماسكاه في ايديها تكاد تكون زي شنطه ميك اب. الفساتين دي اسمها والله سليب دراس.
انا كنت لسه عايزه اسال سؤال واعذريني يعني في اللي انا هقوله، احنا ليه بنحاول نورمالايز قميص النوم؟ هو ما مش مقبول اصلا. لا هو انا ما اقصدش بس ده، عموما في اخر كام سنه بقى الساتن دريسز اللي هي ما فيهاش حاجه خالص خالص بتاعت ريد كاربت ده حصل امتى؟ بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انا ساعات بنزل في المحلات بتفرج على الفساتين السواري، ابص على الفستان اقول ايه ده كومبين ولا فستان؟ ايوه ده تقريبا اللي انا قصدي، ده كومبين ولا فستان ولا ده قميص نوم ولا ده ايه؟ يعني انت تحت حاجه ولا فوق حاجه؟ قميص نوم. هو اللاندري بصفه عامه هي ترند انها تتلبس ست الكل. مثلا بصي بقى، مثلا اول يسرى، يسرى مثال حي للبير شيب بودي، الجسم الكمثرى عريضه من تحت ورفيعه من فوق، مع انها نازله بفستان ستريت من تحت بس بالانس بالكتاف بالستايل بتاع الكيب اللي مرمي الدريب الدريب واللون كاتشي قوي. بالظبط كاتشي ليه بقى؟ اللون كاتشي بشكل رهيب. احنا فاكرين احنا اتكلمنا على الكالر ويل والكونتراست، اللون الاحمر والبرجاندي اللي موجود في الريد كاربت مع اللي قدامه الكونتراست بتاعه الازرق، فالاتنين عاملين بومينج مع بعض. الكروتش مع لون الجزمه، الميك اب، السامبل، قصه الشعر، هي مركزه في الجوري بس على الحلق، مش حاطه حاجه كبيره، حتى الفتحات الموجوده في الصدر او في بالظبط او في الجوب من تحت راقيه جدا. معلش عايزه اسالك سؤال، يعني هي من الواضح ان الكلاتش مع الجزمه اللي هي لابساها بلوروا زي لون الفستان، دايما يقولوا لك ايه اكسري الجزمه والشنطه، الجزمه والشنطه بلون الفستان، ده احيانا بيبقى محتاجه واحيانا لا، هو اللوك كله على بعضه عاملينه هارموني كده، درجات مع بعضها وحمات مع بعضها. حلو. لا انا عجبني يعني في الاخر اللوك مش مضايق عينك، انت مش مضايق عينك خالص خالص. اللوك التاني بتاعها بقى كان 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 عالمي. بصي وفي حاجه تانية، في حاجه انا لابسه الفستان ولا الفستان اللي لابسته بالظبط؟ يعني ايه بالظبط؟ احيانا الفستان بيبقى تقيل قوي عليها. بصي هو ياقه وتاي والتاي محطوط لابسه بدله كامله، والبدله الكامله دي كلها سيكونس، شكلها لذيذ قوي وايتشي كده، بس كان فيها بس دي فوق واحد اللي هو صغير، محتاج بس الاوبالات كان يعلى شويه وتوسع سن، ايه اللي هيحصل؟ هيعمل البالانس الحلو بتاع جسمها اللي احنا بنتكلم فيه. انا معرفش، انا اصلا انا بالنسبه لي انا ملياش في التاي قوي، الستات اللي بيلبسوا مالكيش في السوت؟ لا بحب السوتس، بس ان انا ابقى كده وتاي دي ما مش بروح لها قوي يعني. بس بصي فكرة